مجموعة ثرية من صياغ الادخار والتمويل الموافقة لتعاليم الشريعة الإسلامية التي صادقت عليها هيئة الرقابة الشرعية بالبنك والهيئة الشرعية الوطنية للإفتاء للصناعة المالية الإسلامية في الجزائر تدخل حيز النشاط اليوم. La digitalisation de système bancaire et du système financier. Il faut qu'on sorte des problèmes qu'on est en train de connaître, la liquidité, etc., etc. C'est l'organisation rationnelle de ce sujet-là qui nous permet de travailler et de créer toutes les conditions idéales pour le citoyen pour utiliser son argent, etc. المنتجات التسعة التي اعتمدها بنك الجزائر لدخول هذا النشاط لم تكن محل الصدفة، بل كانت نتيجة دراسة عميقة للسوق ومتطلباتها على غرار منتج المرابحات العقارية. في المرابحة العقارية هي عبارة عن منتج وين المواطن اللي يحب يشري ساكن يجي للبنك يروح هو يخير الساكن نتاعه، سواء عند مرقي عقاري أو عند الخواص، يجي يشوف البنك يقول له حبيت نشري دار على هذا الشخص، البنك يشري هذا الشخص بناء على توكيل يعطيه له الزبون ويعاود يبيعه له، يعني عملية بيع وشراء. في راح يكون فيها هامش ربح مدروس حوالي 6.5% كأي عملية تجارية يقوم بها التاجر بدون فائدة. نعم هي بدون فائدة، هي بها ومش ربح. عدم التساهل وغض الطرف فيما يتعلق بالمسائل المالية والقروض والتمويلات البنكية تخوفاً من الوقوع في الربا هي مسألة وخط أحمر لا يمكن تجاوزه بالنسبة للجزائريين. المجلس الإسلامي الأعلى هو هيئة دستورية لدى رئاسة الجمهورية، وظيفتها الأساسية إبداء الرأي الشرعي فيما يعرض عليه من مسائل. هذه مهمتنا، نحن لا نتعدى هذه المهمة الدستورية. في تركيبة الهيئة الشرعية الوطنية للإفتاء للصناعة المالية الإسلامية فيه عضو يمثل وزارة الشؤون الدينية، في عضو يمثل الجامعة الجزائرية، في عضو يمثل المجلس الإسلامي الأعلى ويجمع بين الفقه والقانون، فيه ممثل عن خاوتنا الإباضية، ممثل عن الزوايا. تسويق صياغ وحلول الصيرفة الإسلامية للزبائن سينطلق يوم 9 من أوت الجاري لتفوق 30 وكالة سبتمبر المقبل، ثم تعمم أكثر بهدف تغطيتها لكافة ولايات الوطن نهاية السنة الجارية.